تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب المصري؟ هو حسن شحاتة مدرب كبير وكده كده خدنا معاه 3 بطولات، فيعني دي حلوه المنتخب ويعني فرصه حلوه كمان للعيبه اللي جايه، هيفرق جامد وعنده خبره في البطولات الافريقيه وكده، فهيفرق جامد ان شاء الله يعني. وهنستعد يعني على كاس الامم اللي جايه 2021 وكاس العالم 22، وهنبقى مستعدين كويس باذن الله. انا شايف ان حسن شحاته كويس، الكابتن حسن يعني ما شاء الله يعني اخلاق محترم، وكمان يعني اللعيبه بتشكر فيه، وان هو مدرب المفروض يعني ان هم من الاول ومن زمان ان هم اصلا كانوا المفروض يختاروا كابتن حسن ان هو يدرب المنتخب، ما يجيبولناش مثلا مدرب اجنبي من بره. واكيد يعني حاجه كويسه جدا، واحسن من المدربين اللي فاتوا، احسن من اجيري واحسن من كله يعني. وعنده سي في قويه جدا، وهو اقدر يعني من المدربين القادرين اللي يستحقوا ان هو يبقى مدرب منتخب مصر. انا مع الكابتن حسن شحاته يعود يدرب المنتخب تاني، كفايه رايل من بلدنا يعني، رايل يعني خدنا البطوله كلها على يد الكابتن حسن شحاته. هتبقى حاجه كويسه عشان هو عمل حاجات قبل كده مع المنتخب كتيرة، إن شاء الله يعمل حاجة.